بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. جديد الثنائي أفرا سراج أغلو ومارت رمضان ديمير، حيث وصل الثنائي بشكل منفصل، حيث وصلت أفرا سراج أغلو لموقع التصوير بسيارتها ولوحدها، ووصل مارت لموقع التصوير بسيارة منفصلة عنها، وكان متواجد في موقع التصوير قبلها بدقائق قليلة، وكان لدى مارت تصوير في سيارة فريد في القصر مع إيجا، بينما كان لأفرا تصوير في داخل القصر. وهذه من كواليس تصوير مشهد مركز التسوق الذي قلت لكم أحداثه وكواليسه في الفيديو السابق، ولمشاهدة فيديو التسريبات والكواليس اكملوا هذا الفيديو لآخره وسيظهر لكم الفيديو، اضغطوا عليه ومشاهدة ممتعة. وهذه الفيديوهات لمارت رمضان ديمير من داخل قصر طائر الرفراف وتصويره لأحد المشاهد. وهذا الفيديو لأفرا سراج أغلو خلال تصويرها مشهد خطفها من أكين، وهذه كواليس المشهد وهي تسلم وتلوح بيدها لجمهورها الذي كانوا يصورونها عند باب القصر. وهذه فيديوهات أخرى لمارت رمضان نمير وأفرا سراج أغلو من كواليس تصوير مشاهدهم في الحلقات القادمة من مسلسل طائر الرفراف، لنشاهدها سويا. ما رأيكم في الأحداث؟ وما هي توقعاتكم للحلقات القادمة؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بفيديو جديد.